أيضا تسأل هذه السائلة عن رسم ذوات الأرواح باليد، وإذا لم يكن الرسم تاما كان يرسم الإنسان نصف الوجه أو جزءا من البدن أو اليدين فقط أو الرجلين مثلا أو شيء من هذا، فما حكم ذلك؟ رسم اليد أو الرجل أو شيئا من الأعضاء هذا لا يكون حكمه حكم الصورة الكاملة، ولكن هذا لا يجوز لأنه يفضي ويكون وسيلة إلى التصوير المحرم، لأن الإنسان إذا تساهل في رسم هذه الأعضاء فإن هذا يجره إلى أن يتوصل إلى التصوير المحرم، فلا ينبغي للمسلم أن يشتغل بمثل هذه الأمور. لكن رسم العضو الواحد في حد ذاته غير الوجه لا يأخذ حكم الصورة التي لعن من صورها أو اقتناها، وكذلك تأثيم من اقتناها، لعن من صورها وتأثيم من اقتناها، ولكن كما ذكرنا هذا لا ينبغي التساهل فيه لأنه يجر إلى التصوير المحرم وهو من العبث الذي لا فائدة فيه. نعم. وبارك الله فيكم.